هلا هات نقطعهم ثلاثه هيك. صفين وفخاد بتعملهم؟ صفين وفخاد بنعلمهم. ليش؟ لانه الشيف انطوان بهمه يعلم. بركي ناس بتحب السفينه بيشتغلوا بالسفينه، وين بركي ناس بتحب الفخاد بيشتغلوا بالفخاد، اثنين سوا بينعملوا كبسه. خبريني كان يعذبك هو صغير بالاكل او هاني بياكل كل شيء؟ ما نطفي النار هون. هو صغير ما بيعذبني، هو كبير. هو كبير عم بيعذب. ليش يا للوس؟ لا يا حرام. ايه انا عم شوفه عاقل، ما تكوني عم تجني عليه. ولا عم تجني علي انا. انا لك شو عم شوفه عاقل؟ ليك ليك يا حرام يا حرام، العصفوره بتاكل له عشاء يا حرام. بيجا بياكل العصفوره؟ بيجا بياكلها. برافو، هاي زبطت، بيجا بياكلها العصفوره. صيد صيد صيد. وبناخذ اتصال جديد. الو الو، بونجور شيف انطوان. بونجورين، يا اهلا وسهلا شيف انطوان. انا دائما بتسمع عليك. نعم. وبعرف المعمول كيف بتعمله، بس بدي اطلب منك لكل كيلو مثلا كيلو سميد، يعني نص بنص فرخه وسميد، قد ايه بعوزني جوز للحشوه؟ 500 جرام. واذا بدي اعمله فستق حلبي 500 كمان، وتمر كمان 500. كل كيلو بده 500 للحشوه؟ نعم نعم، التمر بياخد شوي صغيره اكثر، فيك تعملي 600. أوكي. بس مبدئيا 500 بكفي. شو بعد عندك سؤال مدام؟ الو، وناخذ اتصال جديد. الو، مقطع الخط، بنعتذر من اللي عم يتلفنوا. هذا الكف ما عشمنا اياه من كب. هلا خبريني، كان يعذبك هو صغير بالاكل؟ لا هو كبير. هو الكبير بس. طيب شو الاكل ما كان يحبه هو صغير، بس تعملي له اياها يعمل لك اياها لك كيف؟ لا لا ولا مرة عمل لها. هلا هو كبير. هلا بضل. لكن هلاني هو عم بحرقسك بس. يعني بعكس، هو صغير كان هاني شو بحط له بياكل، هلا لا بتفنن. اوقات بيجي بيقول لي دخليك حاطة هيدي الزبدة ولا زيت؟ قال له انت قلت لي اعمليها بالزيت. بقول لك لا بدي زبدة. ايه ثاني مرة بيعملوا نكاية عم تعذبها. طب حسب انا شو طلع بالي. شو طلع؟ طب الا قبل بوقت. منيح جيت، لفش خلقي عندك. الا قبل بوقت. ناخذ اتصال جديد. الو الو الو، بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجورين، يا اهلا وسهلا فيك حبيبي. كيفك ماشي الحال؟ كابتن خرق الله. مين معنا؟ الو مين معنا؟ ايه سمعني هلا؟ سامعك. نعم شيف انطوان، بس بالعمليه الا المدام بس تشرح الشيزين، هي عم تطبخ. لا حرام حرام، هيك زلمتها 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 يا حرام. ايدها مكسوره، ايدها مكسوره يا حرام. الا سلمتها، الا سلمتها، اعتذر منا ولا سلمتها حرام. سامحيني سامحيني سامحيني. وانا عنه كمان. انا بدك سامحيني. لا حرام، هلا بشلح الجزاع اذا بدك. لا حرام، مشان هيك بس ايدها مكسوره. هي مش حابه كانت تطلع، بس البرنامج محضرينه قبل مع ابنها الياس اللي بيضحك كثير على التيك توك وبيعمل ضروبه، ولكن اضطرت تجي معه، خافت علي من الشيف انطوان. عم يطبخوا عم يطبخوا. اذا ما لقيت عندي منيح عندي دجاج ولا كان راح. هلا هيدا اخذ اتصال بس كرمال يحكي عن جسدان. ايه شو مخمن؟ كيف انت بتحكي هيك كمان؟ كمان في هلا هو يعني بعيد حرام. ايه لا ما بيأثر، ما بينت كانه جسدان هيك. بين جسدان بين جسدان. تخيلي الخايفه عليك. ايه ارتاح.